عجبني كامارو مالا مدرب محلي مي فريمون داكشي اللي قال وكان كان لوجيك في الهضره ديالو واش قال قال لك المغرب زيرهم وماركاو عليه هرب ماركاو عليه هرب المغرب ماركات عليه هرب كفره كل ما كانش الكفره ما المغرب ما يماركش وقال لك انا الفرقه ديالو كونستريكسيون يعني يلاه كيكون في الفرقه ديالو صعيب شوية قبل دخول غمار التصفيات الإفريقية المؤهلة للمحفل العالمي زياش خاصو يعيد النظر في شي حوايج